هاي يا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو ايميتس. هقولكوا الحاجات اللي انا خلصتها ورأيي فيها ايه الحلو وايه الوحش. طبعا الفيديو المره دي هيكون صغير، مش فيديو ايميتس كبير. الفتره دي لما كنت في مصر ما كنتش بجمع الحاجه قوي، يعني اللي كان بيخلص كنت بنزل لكم ستوري على الانستجرام اقول لكم ان هو خلص وان رأيي فيه كذا وكده. فروحوا تابعوني على الانستجرام لو انتوا حابين تشوفوا الحاجات ابديتد كده اول باول. بس الحاجات دي بقى اللي انا جمعتها في الاخر، يعني ممكن الشهر التاني، بقى لي في مصر هنا شهرين، فالشهر التاني ده هو بقى ايه اللي جمعت فيه حبه الحاجات دي. انما اللي كان بيخلص من قبل كنت برميه على طول، ما كنتش بجمعه خالص لان كنت عماله اسافر كتير، فما كانش في مجال ان الحاجه لما تخلص افضل شايله الحاجه فاضيه. فعموما خلينا نبتدي على طول، بلاش رغي كتير، اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجايه. اول حاجه من الحاجات اللي خلصتها هو السكراب ده بتاع ستاركي ده اللي هو بالشيا باتر، او لا مش بالشيا باتر، بالشيا باتر. بص هو ريحته وحشة بصراحة، يعني ريحته مش ألذ حاجة ان هو بالشيا باتر، ما هي ريحتها اساسا مش بتبقى حلوة، بس هو الحبيبات اللي فيه حلوة، سعره كان حلو، فانا شايفة ان هو بيرفكت بصراحة على اللي هو بيقدمه يعني، فعجبني جدا، هبقى ارجع اجيب منه حاجات تانية. حاجات برضو اللي خلصتها اللي هو الهيت بروتكشن ده بتاع تريزمي. لو انتوا تعرفوا هيت بروتكشن مصري موجود بديل مثلا للحاجات دي اكتبوه تحت في الكومنتس. بس كلاري مزيت الموجودة في مصر، يعني كلاري مزيت وبتاع كامينا او كامينا ده يعني مية في ازازة، ده وحش جدا، بينشف الشعر، مش حلو خالص. ما فيش حاجة في مصر هيت بروتكشن سبراي اقدر اقول لكم عليه ان هو ده هاتوه بديل للحاجات التانية المستوردة. الوحيد اللي موجود وبستخدمه كتير وكل ما يخلص برجع اشتريه هو بتاع تريزمي، يا اما بتاع شوارسكوف اللي هو في علبته لونها اسود. دول الوحيد اللي بيبقوا متاحين في مصر وسعرهم حلو. قلت لكم حاولوا انفست في الهيت بروتكشن لانه بيقعد معاكي سنه مثلا، فانت بتدفعي مثلا 600 جنيه ولا 700 جنيه في حاجه هتقعد معاكي سنه كامله، وعاده البنات بيصرفوا كتير في الحاجات دي، فما تستخسريش في الهيت بروتكشن بالذات لانه صدقيني بيفرق جدا. يعني انا لو ما كنتش بستخدم الهيت بروتكشن كان زمان شعري اتدمر من زمان يعني، فهو ساعدني كتير. خلصت ده المفروض ان هو الدراي اويل بتاع فيفلين الشكل القديم، هما طولوا العلبه كده شويه. بصراحه حلو قوي، انا بحب ريحته جدا بصراحه، ريحته مميزه قوي. وهو كدراي اويل هو طبعا حاجه مش اساسيه، بس هو حلو قوي للشعر، ساعات بسرح بيه شعري بيبقى لذيذ جدا. محطتوش ولا مره على وشي بصراحه خالص، بس كمان على الجسم بيبقى حلو قوي، بحس ان انا طول الوقت شم الريحه دي فبيعجبني قوي يعني. بس هو طبعا ملامحه تدمرت وفتحت دي كمان بقى شكله فظيع خالص كده. بقى المنتج ده من بيز لاين، ده اللي هو لاين انا كان المفروض اعمل ريفيو عنهم بس خلاص بقى، اللي هو الوايتنينج ليفتنج نايت كريم. بصوا عمل ازاي من جوه، هو كان في حبه كده في الاخر اللي هم مثلا ربعه، بصوا ما اعرفش، مع ان صلاحيته لسه شغاله على فكره. بصوا عمل ازاي، تحسوا ان في حاجه غريبه كده، الفورمولا جمدت في بعضها ومسكت في بعضها كده. فانا بصراحه بحس ان حاجه بيز لاين في السكين كير مش احلى حاجه، يعني هما بيعملوا بادي كير حلو انما في السكين كير بيز لاين بتقع كتير يعني. كمان من بيز لاين برضو اللي هو السيرم بقى، اللي هو نفس اللاين بس اسمه وايتنينج، اسمه ايه، اسمه سكين وايتنينج سيرم. هو سيرم يعني مكتوب عليه سيرم بس هو بينزل على هيئه كريم كده، معرفش اذا كان لسه فيه ولا لا. لا هو خلاص خلصان، بس بصراحه برده مش حلو، ما بيديش اي افكت خالص، يعني شكلهم حلو انما ما فيش اي نتيجه خالص. ممكن تجيبي حاجات تانية ارخص وتديكي نتيجه احلى، وكمان لو بشرتك حساسه هتتحسسي وهتطلع لك حبوب. فانا مش شايفه بصراحه انه منتجاتهم في البشره بتبقى ألذ حاجه، جربت من عندهم حاجات كتير قوي للبشره وكلها ما عدا الليب بالم، هي دي الوحيده اللي كانت حلوه، انما بقيت حاجات البشره مش احلى حاجه بصراحه. من الحاجات اللي دي بقى للاسف هتترمى، يعني ما خلصتهاش، ده من ايفا اللي هو انتي ايجينج كولاجين تونر. ده انا بصراحه ما لقيتلوش اي فايده خالص، هو يعني كل المكونات الكويسه اللي فيه ان هو فيه نياسينامايد وفيه بانسينول، ما فيهوش مثلا ساليسيليك، ما فيهوش يعني، فيه سيتريك اسيد بس، يعني مش حاسه ان هو في منتج حلو ان انا ازود خطوه كتونر عشان استخدمه. يعني مثلا بحب استخدم التونر كساليسيليك اسيد، في جلايكوليك، في خطوه زياده حلوه هتعمليها، انما ده كان يعني ميه على الفاضي، انا استخدمت منه الحبه دول بس وصلاحيته خلصت خلاص، فمش هقدر ان انا احطه على وشي تاني. بس انا صراحه ما انصحش ان حد يجيبه، يعني هو منتج خطوه زياده على الفاضي. الغسول ده من لوريال، ده اللي هو اللاين اللي هو كان بالجلايكوليك برايت، كنت عامله عنه ريفيو زمان. الغسول ده بينشف
في البشره قوي قوي قوي، عارفين ريحه حتى معجون الحلاقه بتاع الرجاله اللي هو الانجرام والمان لوك والكلام ده، تحسوا ان انتوا بتغسلوا وشكم بيه. ف نو واي حد يستخدمه، حتى لو بشرتك دهنيه ما تحاوليش ان انت تنشفيها قوي كده بالغسول، ممكن تستخدمي حاجه تكون جنتل اكتر علشان بشرتك ما تطلعش دهون زياده. في كام حاجه كمان من لوريال خلصانين، ده كريم من نفس اللاين، كريم النهار اللي هو كان فيه اس بي اف 17 ولا ليه اي لازمه، هو كمان هو خلصان على الاخر، بصوا كاتبه من عليه نهار عشان يميزه بسرعه، ولا ليه اي لازمه بصراحه، ما يعني ما عجبنيش قوي، لا مش هرجع اكرره بغض النظر عن موضوع المقاطعه، بس انا بقول لكم رايي في الحاجه لان في ناس مش مقاطعه منتجات لوريال وبيروحوا يشتروا عادي يعني، فكده كده هو مش حلو. اللوريال بقى اللي هو هايلورن اكسبرت، بصراحه اللاين ده كان افضل شويه بس كان فيه ريحه واضحه ممكن تحسس الناس، يعني ريحته واضحه شويه، مكتوب عليه ان هو فيه اس بي اف 20 يعني، وكميته حلوه وكل حاجه، بس هو اعتقد ان هو يعني صلاحيته خلصت وخلاص قرب يخلص، قلت هستخدمه على ايدي مثلا او كده، بس لقيتني ما استخدمتوش وخلاص انا همشي، فملوش لازمه ان هو يقعد يعني، هرجع لاقيه بايظ لان هحطه في الاوضه وهيبقى الدنيا حر وكده، فخلاص هيبوظ. برضو اللي خلصتها اللي هو الفازلين اللي هو بتاع الشفايف المخصص للشفايف اللي بيبقى لونه احمر من جوه، ده اللي كان لذيذ وكل حاجه، بس انا عموما براند فازلين مش بحبها قوي يعني، برضو بغض النظر عشان بس ايه الناس ما تقعدش تتفزلك عليا في الكومنتات كتير، ما هو فازلين اصلا مقطع، ما انا عارفه حبيبتي ان هو مقطع، بس انا بقول رايي في الحاجه لان ده منتج عندي زمان وخلصته. انا عموما بغض النظر عن موضوع المقطع ده ما بحبش الفازلين كترطيب للشفايف، بحب ارطب لانيج مثلا، بحب بيز لاين، بحب ايفا عجبتني قوي الفتره الاخيره، برضو في حاجات تانية كتير للترطيب احلى، هو كان حلو مش وحش بس انا مش هجيبه تاني يعني، ما هوش البراند الجامد قوي في الترطيب اللي انا اجري كل ما حاجته تخلص اروح اشتري. في برضو من لوريال الفاونديشن ده، الفاونديشن ده كان بشع بشع لان انا مش هستخدمه ولا حتى لو يعني هو صلاحيته اكيد خلصت ومش هستخدمه يعني قبل او بعد صلاحيته، وحتى لو صلاحيته ما كانش خلصت انا برضو مش هستخدمه، هو بينزل معجن كده كانك بتحطي موس وهو اعتقد فصل خالص يعني، مش عارفه هتسمعوه ولا لا، بس عمال يلق كده متجمد في بعضه، بس هو حتى لما كان شغال هو طبعا باظ دلوقتي، بس لما كان شغال كان بينزل كانه عارفين الموس كده فاونديشن، كانه موس محطوط في تيوب وبتعجني بقى بشرتك يعني، عارفين الناس اللي وشها بيبقى مطرب من كتر الميك اب اللي هم حاطينه، انا بحب الحاجه تبقى سكين لايك، فده لا ده نوي اعتقد ان هم لغوه من الماركت الحمد لله، بس يعني لو حد شافه وعايز يشتريه اوعي يشتريه، هو اسمه توتال كفر والمفروض ان هو مخصص للبشره الدهنيه، كارثي على البشره الدهنيه اصلا. كمان للاسف من انا بصراحه بحب البادي باتر دي، بس هي من نفرتاري اللي هي بالاورنج، انا بحب حاجتهم، هو مكتوب عليه ناتشرال بادي سيلكي كريم ويز اورنج 100% طبيعي، بس مشكلة حاجة نفرتاري ان هي صلاحيتها شهر واحد يعني، هي 4/22 تخلص 5/22، فطبعا ريحتها غيرت لان زي ما قلت لكم الاوضه بتبقى حر وكده، فطبيعي الحاجه ما بتتحفظش عليها قوي يعني، الجو بيبقى حر شويه، فطبعا هي ريحتها غيرت وانا مش هقدر ان انا استخدمها، بس هي بصراحه كانت حلوه يعني، البادي باتر اللي ريحتها بالاورنج انا بتعجبني، بتبقى تقيلة قوي يعني، هي مش بادي كريم، هي بادي باتر تقيلة شوية كده، تحس ان هي قوامها تقيل نوعا ما، بس هي عموما لذيذة. لو انتوا هتجيبوا حاجة من فرتاري وناويين ان انتوا تجيبوها هاتوها يعني تستخدموها على طول، ما يبقاش عندكم حاجة تانية غيرها في البيت ان انتوا تجربوها وكده، لان لو سبتوها الشهر ده ورجعت لها تلاقوا صلاحيتها خلاص خلصت. ده كده الليب بالم دي من ايفا اللي هي الجديدة اللي هي بالووتر ميلون، انا جربت اللي بالووتر ميلون واللي بالبيريز اللي هي لونها بينك، لونها بينك روعة وبتدي على الشفايف لون حلو قوي، دي حلوة وكل حاجة فيها نقط شيمر كده وبتدي على الشفايف لون حلو بس خفيف، فانا لو رجعت هجيب من اللي لونها بينك لان فعلا بتدي ترطيب خفيف، فيها اس بي اف 15 فبتحميكي من الشمس، ممكن ان انت تخرجي بيها وفي نفس الوقت اللون كمان اللي بتديه حلو، دي كلون معرفش هيديكوا اهي اللون كده خفيف قوي وعلى اورنج، انا بحب البينكات اكتر. الغسول ده من بونز، الغسول ده هو بالظبط بتاع لوريال، هما تقريبا نفس الشركه ولا ايه مش عارفه، بس بتاع بونز
اخف شويه انه في ان هو بينشف وشك، بس برضه في الاخر ان هو بينشف الوش. هو مكتوب عليه ان هو سيرم فيشل فوم، يعني المفروض ان هو جنتل وبيدي برايت بيوتي، ان هو بيقلل السبوت يعني. بس هو لا بيعمل اي حاجه، هو غسول عادي جدا ما فيهوش اي فكره خالص. بس ميزته ان هو في دبي، انا جايباه من دبي، ان هما بيبقوا رخاص قوي، بينزل عليهم سيل مثلا بيبقى ب 10 ب 12 درهم، فبيبقى السعر حلو قوي ان انت تشتريه. بس هل هرجع اجيبه تاني ولا لا؟ لا يعني، ممكن اجرب حاجة تانية. بس هو لا، اللي هو ايه بقى، نحفظه عشان ما اجيبش منه تاني، اللي هو مكتوب عليه ان هو 10 تايمز جلو سيرم، يعني 10 مرات بيديك نضارة ولا اي حاجة خالص. اخر حاجة بقى او اخر حاجتين، اللي هو الجراند لاش ام دي، ده بتاع لاش انهانسنج سيرم بتاع الرموش، بيجي شكله عامل كده، عملت لكم عنه ريل وشورت ونزلت لكم في كل البلاتفورمز. بصراحة لا، انا مش هرجع اجيبه تاني، علشان هو عمل لي اريتيشن جامد قوي في العين، لدرجة ان عيني كلها احمرت، الابيض في العين ده كله بقى لونه احمر، فانا اتخضيت منه. اكيد مش هجازف بعيني خالص، يعني اي حاجة هتظهر على العين لازم انتوا توقفوها فورا، لان العين تعتبر جرح مفتوح في الوش، فلازم تبقي بيكي قوي في الحاجات اللي تستخدميها في عينك، بلس انه اي حاجه بتزود الرموش بتعمل دارك سيركلز. فانا بالنسبه لي لا، ما عجبنيش. طبعا في ناس بتقول ان هو بيدي نتيجه واو وتحفه، وانا عارفه ان هم مش بيكذبوا ولا حاجه، بس بالنسبه لي لا، يعني الهازردز بتاعته اكتر بكتير من البنفيتس، فانا مش هاخد بيها. حاجه اللي هي الكاترس ليب لاينر، ده الكاترس ليب لاينر ده، بص هو يعني نزل كده، بص هو مشكلة الليب لاينرز بتوع كاترس ان هما يعني لازم برضو تستخدميهم بسرعة شوية، هما بقاله مثلا ده عندي مثلا 2 سنين ولا حاجة، فكتير يعني عليه، لازم ان انت تستخدميه، مش بيفضل كريمي، بيمسك بقى، او بيبقى يعني صعب ان انت تحركيه كده. حلو ناعم، اول ما تجيبيه حلو وناعم، بيدي لون حلو، بيخلي الشفايف شكلها حلو قوي، بس انا حسيت انه خلاص يعني النوع ده من كاترس كان قديم اصلا على فكره، يعني ممكن بقاله 5 6 سنين او 7 سنين كمان، فحاسه انه في حاجات تانية طلعت احلى بكريمي اكتر، معموله بشكل احلى بكتير. يعني انا بتاع ماك تقريبا من نفس السن بتاعه، نفس العمر بتاعه، بس بتاع ماك لسه كريمي ولسه بيكتب، مع ان بتاع ماك ناشف شوية. ف يعني لا، مش هجيبه تاني، اللي هو الشكل ده من كاترس، في حاجات تانية من كاترس احلى بكتير. ده عندي منه 2، والاتنين عملوا نفس الحكاية، لما بيقعدوا فترة خلاص بينشفوا قوي، وبتيجي تبريهم تلاقيهم صعبين كده. بصوا يعني انا ايدي كانها خفيفة، مش بيكتب قوي، طبعا على الشفايف هيبقى اصعب، لما تيجي بقى تدوسي جامد قوي بيعمل. بالنسبة لي لا، يعني اللي هخلصه هرمي واجيب بقى انواع تانية. انا بحب بصراحة براندات تانية، ماك وكيكو، في كمان ارت ديكو حلو قوي، في سيبال حلو قوي برضو اللي هو اولد بينك. فبالنسبة لي كاترس تركن كده شوية، كاترس القلم الخشب، بس هو اصلا بتاع العين، بس لما بستخدمه على شفاف بصراحة بيدي نتيجة احلى من ده بكتير. الدرجة دي لو عايزين ان انتوا تعرفوها رقم 20، هي الدرجة حلوة جدا على فكرة، وزي ما قلت لكم هو كان حلو، يعني انا خلصت منه حبة كتار زي ما قلت لكم، بس هو خلاص جال عند مرحلة معينة كده وبقى صعب قوي ان انا ارسم بيه، فما بحبش اقعد بقى ايه نقعد نكحت كده كتير، ما بحبش اعمل كده يعني. كده حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو تشتركوا لايك الفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.